بخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديال اليوم. نبدا لكم من الصباح دابا، يلا فايقه قبيله. انا اليوم ان شاء الله صايمه وبغيت نوجد هكا الفطور البنات. واول حاجه كنديرها انا البنات وهو كنغسل البوطه هي الاولى، بحال دابا البارح كنت طيبت فيها خليت دابا هادشي تاني اللي محروق وطيبت عليه تاني اليوم، راه هادشي ما غاديش يتحيد ليا، مازال غادي يلصق. يعني من الاحسن اول حاجه ديروها البوطه ديما تكون نقيه عاد تبقاو طيبوا فيها. انا هكا كندير في الصباح اول حاجه، وهو كان هو الاول كنبقى نغسل البوطه هي الاولى، عاد غادي ان شاء الله غاد زعما عاد كنطيب عليها. صافي يا البنات، دابا غادي غنحك البوطه وغنمسحها وغادي نوجد الفطور للبنات. هنا البنات دايره الحليب، هنايا دايره الحليب للريتاج، هي ما كتبغيش اتاي، واروى حتى هي ما كتبغيش الحليب، كتبغي غير اتاي، دايره لها هنا البراد. دابا ان شاء الله غادي نفطرهم هو الاول. كما قلت لكم انا اليوم ان شاء الله صايمه وغنشارك معكم داكشي اللي غادي ندير نهار كامل ان شاء الله. البنات ان شاء الله غادي نصور معكم واحد البيتزا، مي بيتزا. هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق مغربل، وهنايا عندي نص معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه ونص، معلقه صغيره ونص ديال الخميره الفوريه. هنا عندي الملحه، شويه الملحه ما غاديش نخلطها مع الخميره. هنا عندي معلقه هنا عندي معلقه كبيره ونص ديال الزيت البلديه. القوس صافي والماء دافي. بسم الله. البنات خديت ديك العجينه هي عندي باقي هنا الاخرى، خديتها قرصتها مزيان وهذا قطعتها بهذا السركل هذا مهم، وهذا وتقبتها بالفرشيطه. دابا غادي ندير لاصوص، هي لاصوص اللي كنت درت البارح، واخا باقي سخونه انا غادي نديرها، غادي ندير غير شويه، غادي ندير معلقه صغيره حسن ديك لاصوص اللي كنت درت البارح، درتها شويه مخصهاش تجي على الجناب، تجي غير في الوسط. تبغى دير وحده كبيره راه كدير وحده كبيره بلا ما ديرو هكا فرضيين ميني بيتزا. صافي البنات دابا غادي ندير لاصوص ديال الماطيشه، وهنايا عندي غير الكفته، شويه الكفته درت ليها غير البصله والتوابل، درت غير شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه الكمون، لا شويه البزار، شويه الخرقوم، وشويه التحميره، وشويه الزنجبير، والبصله، والربيع. صافي وشحرتهم شويه الزيت البلديه. صافي والفرماج باقي غادي نحكوه. هنا عندي الزيتون، ما غاديش ندير لا الفلفل الاحمر لا الخضراء عندي، ولكن ما غاديش نديرهم. هنا البنات كنت كنصور لكم الطقطع الضوي، يلاه دابا رجع. هنا سويت غير ميني بيتزات، ها هما شفتوهم، ديك لاصوص ديال الماطيشه اللي كنت قلت لكم درت البارح، وقلت لكم بلي سخنتها دايرها في البلاستيكه، ومني بغيت نخدم بها هكاك مجمده لحتها في الكاسرونه وسخنتها. صافي ودهنت بها هاد البيتزات، ودرت الكفته ديك الكفته اللي غيبت، ودرت ليهم الفرماج هنايا والزيتون، وهادو الاخرين ها هما شط ليا هنايا العجينه، طيبتهم غير نص طيبه. دابا هادو غادي نجمعهم وغادي نديرهم في الفريكو حتى نعاود نبغيهم، حيت باقي عندي الطاوة اخرى، باقي عندي الطاوة من هادو هادو. المهم ريتاج تغدات مشات للمدرسة، حيت البنات اليوم داخلين مع الوحدة، ريتاج تغدات مشات، بقات دابا غير اروع مشات ديال المدرسة حتى ترجع حتى هي وتغدا، بغيت نصوب العصير. ريتاج تعاد تقطعتو يلا دابا رجع مشات كاع ما شرباتو، يلا دابا غادي نصوب العصير. وهذا اش بغيت نقول لكم، اروى قالت لي علاش درتي لهم الكفته ما بغاتهمش بالكفته، قالت لي كان عليك ماما ديري لنا الطون،
كان المهم اليوم درتهم بالكفته مره اخرى ثاني نديرهم هادو دابا ان شاء الله ملي غادي هذا غادي نديرهم بالطون ما كيعجبوهاش ديال الكفته. ودابا غادي ندير واحد الدنجال مقرمش راه منين تا رقدتو خليتو قلت حتى رجعتو باش نصورو معكم. هي دايره الدنجال هنايا هاد الدنجال هذا خديتو قطعتو هكا طويل ورشيتو بالملح، الملح كتكون شويه كثيره غادي نخليه حتى تقطر حتى يشرب هاد الملحه ويطلق الماء داك الماء ديالو عاد غادي نغسلو. بلات الدنجال ها هو غادي نديرو هنايا في الدقيق العادي، عاد غادي نديرو في البيض، البيض مع الملحه وشويه البزار، عاد غادي نديرو في لاشابلوغ صافي وغادي نقليه. هنا البنات ها هو داك الدنجال قليت، ها هو درتيه الدقيق والبيض وهذا ودرتو فلاش في الدقيق هو الاول، عاد درت البلوغ وقليته هو هذا. وهنايا العصير عادي ديال الخص، الخص كنت درتو في الثلاجه البارح شاط ليا ودرتو في الثلاجه قطعتو ودرت ليه العصير ديال الليمون وجوج خوخات وواحد البنانه وسنيده وصفيتو. هنا كما قلت لكم غادي ناخذ هاد البلاستيكات هادو وغادي ندير فيهم هاد البيتزات، الاحسن هكا الا ما عندكمش الوقت في رمضان ان شاء الله توجدوا كميه كثيره هكا ديال البيتزات وديروهم هكا في الفريكو، ومن كتبغيوهم غير كتجبدوهم عامرين بالدقيق كتجبدوهم صافي وكتخدموا بهم. من هنايا من الاحسن تخرج لهم كاع داك الهواء اللي كيكون فيهم البلاستيكا صافي. دابا هادو غادي نحزمهم وغادي نخليهم وغادي نديرهم في الفريكو حتى نبغيهم ونجبدهم ونخدم بهم. البنات كان عندي واحد النهار كان عندي هذا الفرومبواز كتير خديتو كنت زربان هذاك النهار هزيتو غسلتو بالزربه ودرتو في هاد السوبيره ولحتو في الفريكو. دابا ملي كنبغي ندير به العصير مع خصني ها هو لي صابني باش ما يطيش يتفرق على بعضياتو ساعه، ولكن كيتفرتت يعني. دابا هذا اش غادي ندير ليه؟ غير غادي ندير فيه الكونفيتير اللي عجب البنات. هنايا كنت خديت الفرومبواز حتى هو غسلته ودرت ليه هكا كندير فرش ليه هاد السلوفان وكنفرقو هكا على بعضياتو ما كان كاين زعما باش ما يجينيش شي لاصق مع شي، باش هكا الا بغيت نديرو في العصير كنهز غير الكميه اللي بغيت. دابا هذا غادي نجمعو وغادي نديرو في البلاستيكة ولا غادي نزيدو. اش غادي ندير ليه هنايا؟ هذا غادي نزيدو لهذا، هذا كنت خليته على ود العصير ولكن غادي نزيدو لهذا وغادي ندير فيه سميتو غادي ندير فيه الكونفيتير صافي. داكشي اللي غادي ندير ليه حتى نعاود مره اخرى عاد غادي ندير ليه الطريقه باش نبقى هكا تبقاو تلوحوه في العصير بحال هكا تبقاو تلوحوه في العصير ولا زعما بلا ما تطحنوه، حتى تطحنوا العصير وتلوحوه هكا في العصير صاين لا زعما ما يكون مطحون، ولا الا بغيتو كطحنوه نيت مع كما قلت لكم مع البنان ولا الليمون ولا الحليب ولا صافي. البنات هاد الفلفله هادي كنت جبتها معايا في السوق ذاك النهار هزيتها قطعتها هكا طويله هي والحمراء، غندير هذيك الطريقه اللي كنت شاركت معكم من يلاه درت القناه هكا باش تنفعني في رمضان باش بلا كل نهار ما نبقى ندير هنا في مطيشه زعما في الفلفله كل نهار نبقى هكا نقطع فلفله وهذا، وحتى لقدر رمضان ثاني تكون غاليه شويه. المهم دابا هادي غادي نخوي عليها الماء طايب، ها هو درتو الماء طايب هنايا نخوي عليها الماء طايب وغادي نخليها حتى شي 3 دقائق هكاك، نخليها كاع 5 دقائق صافي وغنصفيها مزيان وغنخليها حتى تصفى مزيان من هاد الماء، هاد الماء السخون صافي. وغادي نستفها في البلاطويات، نستفها في البلاطويات ثاني غادي نزيد ليها مازال الماء السخون على الفوق هنايا وغادي نستفها في البلاطويات وغادي نديرها حتى تجمع حتى هذا حتى تجمد وغادي نجمعها في البلاستيك. هادي دايره الحريره ها هي، ما عرفتش تبان لكم دايره الحريره كما قلت لكم صايمه اليوم
قلت لها غير شويه الماء باش هكا زعما مني باقي ما غاديش نطيبها دابا غادي نخلي الحمص نيت يبقى يتقد في هذا الماء باش دغيا طيب ليا ان شاء الله. غادي نفطر بها في هذه الحريره ونيت يتعشاو بها هما. الحريره عاديه راه كلكم كتعرفوا تصوبوا الحريره داير فيها السمان والربيع. كان عندي الكرا هذا الكرافس في الفريكو قطعتو مطيشه والعدس راه باينه عاديه الحريره العاديه. المهم صافي واحد شويه دابا غادي نشعل عليها ان شاء الله غنطيبها. ما يقدر نصوب ندير شي حاجه الكاسكروت غادي نشوف الا بقات ليا الوقت غادي نصوب شي حاجه الكاسكروت الا ما بقاتش ليا صافي غادي ندير غير هذه الحريره طيب واحد شويه صافي. هي صافي خديت الفلفله درتها بلاستيكات هكا درتها وسط البلاستيكات ما درتش السلوفان درتها وسط البلاستيكات وهذا. وغادي ندخلها دابا الفريكو حتى تجمد مزيان وغادي نجمعها في واحد البلاستيكه الوقت ما بغيت نخدم بها. راه كنت شاركت معكم الطريقه ديال بغيت نشارك معكم هذا البسكو هذا يلاه درتو ديال الشوفان والبنان شتو فيه غير الشوفان. درت البنان على حسب الكميه اللي بغيتو. انا درت ثلاث البنانات اللي درت طيب مزيان ودرت كنصبلت على الماكينه درت سميتو ثلاث البنانات معكتهم مزيان ودرت عليهم الزبيب ودرت عليهم بقيت كندير الشوفان شويه بشويه حتى تجمعات لي ديك تجمعات غير شويه كنهزها بالمعلقه وكنحطها في الطاوه حتى المهم هكا صافي دخلتهم الفران حتى تحمروا صافي. هذا هو الشكل ديالهم شتو لي بيسكوي ساهلين. البيسكوي فيهم غير البنان وكما قلت لكم البنان والشوفان والزبيب. الا بغيتو ديرو كاوكاو مهرمش او اللوز او التمر مقطع ولا الكركاع اي حاجه بغيتي ديروها غديروها صافي. باقيين دافين شويه باقيين برد ما بردوش زعما بزاف. هذا هو الشكل ديالهم نتمنى تجربوه مع البنات. صافي البنات ها هي حريرتي هي هذه ها هي كيفاش كتكون حريره عاديه وصافي. دابا ان شاء الله غادي نمشي دابا نحط الماء حتى يود ان شاء الله وغادي نفطر وما غادي يتعشاو بها. يلا البنات ما تنساوش اللي عجبكم الروتين ديال اليوم ديروا لايك وبسلامه عليكم البنات والله يعاونكم هاد الساعه.